المساواة بين المرأة وزوجها، برضو لازم نساعد لأنها المرأة برضو مش برضو يعني شغل برا وشغل جوا برضو تعب عليها. برضو الزلمة زي ما بتشتغل برا وبتجيب مثلا بتساعد الرجل في مصروف البيت، برضو لازم الزلمة يساعدها بالبيت، يعني حتى لو مثلا ساعدها بالطبيخ أو تحضير الأكل أو مثلا تحضير القهوة أو يعني أي إشي. يعني برضو بتحب المرأة هيك إنه يبقى يساندها حتى لو مثلا مش تعبانة أو إشي، برضو بتحب المرأة تحس إنه إله مثلا زوج. أدوات مختلفة للرجال، رجال مختلفين عن بعضهم البعض وكل الثقافات في كل البلدان. كان في رجال بتساعد نسائها في المطبخ وفي رجال ترفض الفكرة أو ما عندهاش استعداد لمساعدة المرأة في المطبخ اللي هي زوجها، لكن يفترض من الرجل إنه يقوم بمساعدة مرته في المطبخ إذا كان يعني هناك حاجة أو داعي للمساعدة. وفي رجال زي ما قلت لك في البداية لا يمكن أن يساعدها حتى لو هو قاعد أو نايم على الكنباية ويتفرج على التلفزيون أو فاتح النت أو شغال، مستحيل يساعدها. والحقيقة هي الأعمال المنزلية منوطة بالمرأة أزر من الرجل، الرجل يعني دائما ممكن بيعزف عن هذا العمل لأنه بيعتبره هذا العمل مش من اختصاصه ومش من دوره، وهو كذلك يعني يعمل كل المرأة. الرجال اللي ممكن يخفف عن مرته في المنزل ممكن يشاركها بأعمال المطبخ، بأعمال جانبية في المطبخ، يعني ممكن يساعدها في الجلي، ممكن بتحضير المواد تبعت للطبيخ، ممكن يساعدها في الغسيل، ينشر الغسيل، ممكن شغلات زي بيقدر يشطف معها، يساعدها في تنظيف البيت وكل شيء. يعني يساعدها مثلا في الطبيخ، يروح يشتري لها اي شيء، يعني بتنبسط، بتحب ابنها، بتحب زوجها، وهيك يعني بتساعد. صايمه بتشتغل وكل شيء، بتطبخ وبتكنس وكل شيء، يعني تتعب في رمضان يعني. فالابن لازم يساعدها وزوجها لازم يساعدها. في رايك عيب ولا مش عيب؟ لا لا مش عيب، لا عيب ولا حرام، عادي بساعدها في التنظيف كل شيء. شوف أنا بالنسبة إلي أهم إشي نقطة مهمة جدا اللي هي التفاهم، يعني إذا ساعدها من قبيل التفاهم والإنسانية والمعروف اللي بينهم اللي لازم يكون بينهم كتير كتير، بكون هنا مساعدة الرجل جميلة جدا. لكن إن حاولت النساء وأنا منهم بس مشان تفرض عليه أو تكسر شوكته أو إنه هو إنسان لازم يكون خاضع إلها، عشان هيك لازم يروح يغير للأطفال ولازم الجلي ويمسح ويشتغل إلى آخره من قبيل كسر شوكة أو إذلال. إذا كان هو زي ما حكيت لك يعني عمل هذا بمعروفية معها إشي حلو. والله كلمة طيبة، ضحكة في وجهها بشوشها، بشوفها بكل الصيام. كيف هي جبارة يعني المساعدة، يعني لو ساعدها مثل أنا مثلا أنا والحجة لازم أوقف معه وساعدها في كل شيء. يعني إيش بتساعدها في البيت؟ إيش في تصفيف الأواعي، مثلا غسيل كاسات، مثلا أفرد على الطاولة شر البلاستيك كذا وأحطه معه ونساعده ونتحدث ونقرأ حديث عن ما يؤذن. الحمد لله احنا في رمضان الجميع على صفر واحدة، يعني كل واحد بطبخ في بيته وبيجوا عندي الجميع بوكلوا حبيبي. يا اكيد بقدر يساعد، ليش لا؟ ما انا مثل ما انا عاملة برضه هو عامل، مثل ما انا بشتغل برا برضه هو بشتغل برا، يعني انا بدي اروح اشتغل برا وارجع اشتغل جوا، من المفروض يعني انه يساعد سواء الزوج او الابن او البنت، لازم يتساعدوا في البيت.
بيكون احسن وبتساعدوا مع بعض في تحضير الاكل، بدناش الجلي او شيء، يحضر اكل مثلا عصير المائده بيريح على الزوج طبعا على المراه في البيت.